شايفين ورايا شو مكتوب حبايبي؟ شايفين ورايا شو مكتوب؟ مكتوب من خصومات تصلت 80%. خلينا ندخل على المقطع ونشوف شو هالخصومات يا ستير. لين يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبي رجعت لكم من مقطع جديد يا حلوين. مثل ما انتم شايفين نزل حدث جديد يشبه المتجر تخفيضات ولا خصومات وهيك وهيك، مثل يعني فهمت علي شلون بقصد. اوكي حبايبي، مثل ما موجود بالصوره هي. اوكي حبايبي، اكيد كثير منكم الان فايق من جديد من النوم وداخل هذا المقطع. اوكي لانه بتعرفوا دائما حبايبي بفيق بكير عشان انزل لكم احداث اول باول. حبايبي حبيبي قبل ما نبلش هذا المقطع لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد ولا تنسوا تحطوا لنا اللايك والشير وتفعلوا الدور الجرس من تحت يا اساطير، ولا تنسوا ان تذهبون الى اليمين، شوفوا اصبعتي وين محطوط اصبعتي، الى الانستغرام شباب وتحطوا لنا التعليقات هناك وتعملوا لنا تاجات حبايبي يا اساطير، ودائما بنعمل مسابقات هناك حبايبي. ما بدي اطول لكم اكثر من هيك، خلينا ندخل على الجد جلد ولا الحرق ولا شو. anyway يلا حبايبي خلينا ندخل. طبعا دخلنا من شوي شباب، دخلنا من شوي. اوكي اعطوني هيك ثلاث اشياء هيك خصومات. اوكي الصراحه حبايبي خلينا نشوف. شو كنت اقول؟ اوكي شباب هذول هن الموجودات عندنا هون، ال شو اسمه الرومات لوز 50%. اوكي عندنا هون بطاقة تغيير اسم لوز، عندنا السكين هذا الشباب، هذا السكين لوز. اوكي ما خلينا بس افرجيكم شيء الاشياء الموجودة. شوف ما يعني شوف مع بعض صديق الام بي 40 لوز. هاي الثلجة ما اعرف اذا عندي اياها، بدي اتاكد اذا عندي اياها ام لا. اوكي اسكار عندي ورا. اوكي شباب هذا هو الموجود ماشي. حبايبي طبعا هون مثل ما انتم شايفين الشيء اللي فهمته هون على اليمين فوق هون ما تضغطون بنختار الخصومات اللي بدنا اياها. فهمتوا علي كيف؟ يعني ريتش 1 هذا بتاخذ لازم تستخدم، يمكن على حسب الشيء فهمته تستخدم 512 جوهره مشان تحصل على خصم 50. خلينا بس نجرب شو افرجيكم حبايبي مشان نشوف مع بعض. اوكي هلا بس هون ضربنا هون اوب اعطانا 750. اوكي ثواني شوي هيك افرجيكم عملنا 735. اوكي نختار القسائم اللي نقدر يعني نختار الاشياء اللي نعمل عليهم خصم. فهمتوا علي؟ يعني مثلا اوكي شباب طبعا قبل ما نبلش كل شيء حبايبي مثل ما انتم شايفين ما في جواهر، خلينا نشحن جواهر حبايبي. ليتس جو. اوكي يلا ثواني بس ليتس جو، خلينا نشحن جواهر. اين هو الكود؟ اي كود نسيت الكود. ايوه هذا هو الكود 7813 78. لا تنسوا التاجات للمطورين حبايبي، نبدا نبش عليكم بالشراكه يا اساطير. اوكي وبا وات از ذيس، تهنينا شو هذا؟ توب اب التوب اب التوب اب شباب التوب اب والله يعني مشان تعرفوا حبايبي الفتره الاخيره ما كنت عم بقدر بشحن. شو صار له هذا؟ شو هذا؟ شو عم بصير معك حجي؟ اوكي ثواني يعني اوكي تم الشحن، هذا هو تم لوس ليتس جو. هوني شوف اللي انا طوى هذول شايفين شباب، يعني مشان تعرفوا انه الفتره الاخيره والله شباب ما كنت عم بعمل مسابقات لانه كان عندي مشكله بالشحونات ولا شيء. اوكي شباب خلينا ندخل على الحدث بعدين، بعد ما نخلص الحدث رح افرجيكم اشياء نزلت نشوفها مع بعضنا حبايبي، ما بدي اطول لكم اكثر من هيك. اوكي ليتس جو. اوكي شباب خلينا ندخل نشوف عندنا هون 55%، خلينا نختار هاد. طبعا شفت كل شيء 50% طبعا شباب، يعني هذا هو طلع لي الخصومات، ما اعرف انتوا كيف راح يطلع. خلينا نعمل كونفيرم. اوكي نختار الاشياء كله طبعا كل الاشياء اللي بنقدر نشتريهم ب 50%. فهمتوا علي؟ يعني هون 10 بطاقات حاضنه 400 لوز. خليني اشتري كمان دايموند، هذول بس هذول دايموند كمان لوز. خليني كمان نشتري السكين، يعني نقدر نشتري اكثر من اشياء. خليني نشتري كمان صار هذا صرفنا 1500 بطاقات تغيير اسم لا كثير غالي على حسب شخصيه كشمير عندي اياها. بنطال الاشياء راح اتاكد من الثلج يا شباب، خلينا نروح بسرعه بس نتاكد من الثلج يا حبايبي اذا موجوده عندي ام لا. يلا يا ستير وين الثلجات؟ وين قنابل؟ هاي الثلج ثواني شوي تك 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 حلو ما عندي اياها، يلا بنجيبها كمان حبايبنا ليتس جو. مع شباب هون ندخل هون الاحداث تدخلون هون حبايبي. اوكي خلينا نشتري اول شيء طبعا نشتري ناخذ هاي ناخذهم كلياتهم، نقدر نشتريهم ونقدر ناخذ كل شيء. 10 بطاقات رومات بخصم 500 نص القيمه لوز نو بروبلم.
ثواني خلينا نشتري هاي، خلينا نشتري هاي حبايبي، خلينا ناخذ هاي كمان، خلينا ناخذ الثلج كمان لوز، وخلينا ناخذ كمان البطاقات هاي الويبر رويال، وهذول صار كم صاروا 2500 نسبة 50%. نتأكد من كل شيء، أخذنا كل شيء، هذا هو واحد اثنين. كمان نشتري شوية رومات حبايبي، شباب رومات مثل ما انتم شايفين يعني نشتريهم شري حبايبي، خلينا ندخل الشراكة زي عشان يعطوني مجانا وأحسن ما نشتري ولو شبك. أوكي يلا بطاقات حي الحاضنة، خلينا نجرب نشتري شباب، ما أدري راح يجددوا ولا أنا صراحة ما بعرف يعني يعني ليتس جو بورشيز كونفيرم. قولي حصلنا على هالأشياء كلها يا طيب حبايبي، نعمل أوكي سكسسفول لوز لوز أوكي. حلو شو ها؟ طبعا تخفيض لساته موجود، اوكي ما في شيء متغير، هذا هو اوكي حبايبي، هذا هو المتجر، فكرت في شيء يتجدد ما تجدد، ظهر انا حظي خايس، اعطوني تخفيض هيك، هذا هو. خلينا ندخل على السكين ونروح نشوف السكين جايز، ليتس جو شوف السكين. لا السكين عن جد شيء اسطوري، السكين الصراحه شيء تشيكلس واو. لا السكين شباب هذا ثواني، لا هذا بده تظبيطه شباب، هذا بده تظبيطه اسطوريه، هذا بدي لا 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 بدي افتح، هذا بدي افتح، خلينا نعمل تزويت، خلينا نشوفه من الشيء. لا 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 السكين هذا شباب، هذا نزل بمتجر اوروبي اوكي، بس السكين هي شوف القناع مع الورد هيك عن جد شيء لوز اللوز. ثواني ندخل نشوف خزنه. الشعرات شعرات حلوين اوكي، في شعرات في قناع لحاله. لا اوكي لا وين راحت شعرات، وين راحت شعرات، صرنا نظبط له تظبيطه كويسه، وين وين راحت، تعالوا تعالوا يا زلمه شيء هيك. لا عندك شيء بتشكلز يعني، حابب ادمج شيء معه يعني، هذا السكين يعني ما بعرف شو بدي ادمج معه يعني، مثلا حط له هاي جميع الفاير باس السابع ممكن تصير حلوه بالنسبة للتشاكيت، يعني التشاكيت مو ضخم كمان، فهمتوا علي؟ التشاكيت مو ضخم يعني تقدر تدمج معه، ما بعرف. البنطال الجاز بعرف كثير منكم انتم راح يطلب مالكو كيف يعني، شوفوا الخصر، شايفين خصر كيف يعني، فهماني علي كيف؟ شايفين؟ ثواني شوف، حط لكم بنطال جاز، بعرف الكل عليكم بنطال جاز والسروال البرازي، بعرف انتم بعرف 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 يعني، انتم دائما هيك بدكم البس بنطال جاز مع السكنات، لا بنطال الجاز طالع عليه حلو متشكلس، الشورت تمام وبسكين البرازيل، بعرف شباب انا بعرف عم تنتظروا هذا الشيء، انا بعمل هالشيء اوكي. هذا شوي لا، بنطال الجاز بيطلع عليه احلى يعني، حتى البنطال نفسه تبعه يعني عن جد يعني هو مرتب، البنطال هو نفسه منه وفيه حلو يعني، السكين يعني كاملا سكين لوز اللوز متشكلس اوكي. وين راح السكين؟ وين راح السكين؟ وين راح السكين يا زلمه؟ شو وين يا زلمه؟ عليكم يعني اوكي، يعني السكين نفسه منه فيه حبايبي متشكلس اوكي. شباب خلينا نطلع نترك السكين، نترك السكين، خلينا نروح على ندخل على شيء نزل جديد حبايبي، المهمات اللي جديد طبعا. هون يا شباب لما تدخلون على اليمين عندكم اخبار سهل، هون يا شباب 10 توكن، 10 توكنات من 2021، طبعا هدول التوكنات تشوفها هدايا لتريلر راس السنه الجديده في طريقها اليكم، اجمع التوكن السنه الجديده 21 في 31 ديسمبر يعني، واستبدلهم باربع بطاقات غرفه يعني، فهمتوا علي كيف؟ مثل ما انتم شايفين يعني راح يجينا بطاقه توكن وندخل هون، اكيد موجودات هون حبايبي. تك 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 البدايه، طبعا هنا في سكنات نحصل عليهم تبديل اوكي شباب، هنا ما تدخلون على البدايه تمام، وعندنا هون الاخبار طبعا. توكن شباب مثل كل مره بتجمع توكن بفتره في 21 ديسمبر يعني تقريبا بعد يومين ثلاثه اوكي، واجمع توكن السنه الجديده فاهمين علي، بتجمع بالتوكن 31 واول، فهمت علي؟ وسوف يسقط توكن بشكل عشوائي بعد المباراه يعني، كل بعد المباراه حبايبي بتاخذون توكن وبتاخذون البتاعات فهمتوني اوكي حبايبي. هذا هو الشيء الناس الجديده لليوم ماشي يا اساطير، مثل ما انتم شايفين بالاخبار الجديده تجميع توكن، نحصل على بطاقات روم كثير حلوه يعني، جد كثير كثير حلو عن جد شيء لوز اللوز متشكلس. طبعا بالنسبه للخصومات شفت تصل حتى هون، بالنسبه للحدث مت التسوق الحدث يعني اتصلت 100% المعلم حصلت ب 50% اوكي. اني anyway شباب حبايبي الكرام،
اعتقد شفنا اليوم الاحداث الجديده مثل ما انتم شايفين. طبعا هم اضافي بتحصلون على التوكنات كمان 4 توكن شايفين، بتسجل دخول ب 31 ديسمبر. لا هون بتسجل دخول 1 ديسمبر وبتاخذ توكنات، ونفس الشيء هون حبايبي عشان تبدلهم مثل ما انتم شايفين هون تقدروا تبدلون، تقدروا تعملون اشعار عشان يصلكم الاشعار. اوكي، وهذا هو حبايبي لليوم. حبايبي الكرام هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم. كنت راح اقول بسنا اليوم، بالعادة بقول هيك بيكون انتهى بسنا لليوم، لا اليوم مقطعنا اليوم اليوتيوب حبايبي. الساعة تقريبا وصلت 8 صباحا بتوقيت المغرب العربي. اعزائي الكرام نتمنى لكم يوما سعيدا ويوما جميلا حبايبي. راح انزل لكم روابط فيديوهات بمقطعنا بمقطع القنوات قناتنا الاولى اللي فيها 180,000 مشترك. بتمنى من الجميع يروح يشترك حبايبي. لا تأخذوني شباب فيك منهم جديد، بتعرفون دائما داخل بدخل بالحيط ما بعرف بتكلم، بدي اروح اشرب قهوتي. اوكي تحت روحوا شوفوا اللقطات الجلد حبايبي بالقناة الثانية، لا تنسوا تشتركون هناك حبايبي. ونشوفكم مقطع جديد، ونشوفكم المسويات على الساعة 6:00 7:00 بتوقيت المغرب العربي، بث جديد ولوز اللوز. نشوفكم، باي باي.